مرحبا بحضراتكم مرة تانية، والحديث مستمر مع الأستاذ محمد مصطفى ونوستالجيا الأهلي. لكن قبل ما نستكمل يعني الحديث، خلينا نروح دلوقتي للسويس ومراسلنا العزيز فاروق صلاح. هو دلوقتي موجود في مقر الفرقة، وعايزين نعرف منه كده الكواليس هناك وينقل لنا المشهد حي عنده. فاروق صباح الخير، بنصبح عليك أنا وكريم في البداية. صباح الخير عليك يا نهاوند، صباح الخير عليك يا كريم، يعني كل التحية وصباح الخير لكل جماهير النادي الأهلي، ودايما صباح الانتصار وصباح بطولات جديدة إن شاء الله تضاف لدولاب بطولات النادي الأهلي. عايزين يعني بص، عايزين كده كأننا بالظبط قاعدين معاكم في مقر الإقامة، انقل لنا الكواليس دلوقتي. الفريق الأول بيعملوا إيه بالظبط؟ اليوم هيمشي إزاي لغاية موعد المباراة؟ اتفضل يا فاروق. يعني خلينا نهوان داخدك من البدايه، من المران الاخير لفريق النادي الاهلي اللي كان بالامس، وكان حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي للمران واجتماعه مع اللاعبين، واكثر من رساله ارسلها الكابتن محمود الخطيب للاعبين. ويعني الكابتن محمود الخطيب شكر اللاعبين واثنى على اداء اللاعبين، لكن الرساله والنقطه المهمه جدا اللي كلنا بنقف عندها طبعا الكابتن محمود الخطيب في كلامه مع اللاعبين، لما قال احنا قدرنا في النادي الاهلي ان الاحتفال والفرحه ما بتاخدش مننا وقت كتير، لاننا دايما احنا بنبص لبكره، وبكره بتاعنا ده يعني بطوله جديده وتحدي جديد. النهارده فريق النادي الاهلي في تحدي جديد، في مواجهه امام فريق النادي الاتحاد في الدور نصف النهائي. طبعا بالامس عقب المران الاخير لفريق النادي الاهلي، اعلن مستر بيتسو موسيماني عن قائمه تضم 22 لاعب لهذا اللقاء. قائمة بتضم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير لحراسة المرمى، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وبدر بنون وأيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني وعربي بدر، عمرو السلية، حمدي فتحي، أكرم توفيق، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، ناصر ماهر، كهربا، مروان محسن، صلاح محسن، وطاهر محمد طاهر. طبعا هنشوف النهارده ان شاء الله ظهور اول وجديد للعناصر المنضمه حديثا للنادي الاهلي، سواء بدر بنون او طاهر محمد طاهر، وايضا عوده ناصر ماهر وصلاح محسن واكرم توفيق من الاعاره. فريق النادي الاهلي كان تحرك بالامس في تمام الساعه 5:30، وصل لمدينه السويس وفي مقر اقامه فريق النادي الاهلي في تمام الساعه 7:30، تناول اللاعبون وجبه الغداء في تمام الساعه 8:30. فريق النادي الاهلي او مقر الفندق اللي يعني بيقيم فيه فريق النادي الاهلي بيبعد عن ملعب المباراه بمسافه 10 دقائق في احد يعني الفنادق المطله على قناه السويس. نقدر نقول او هنتكلم بقى على تفاصيل اليوم النهارده. فريق النادي الاهلي تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 2 ظهرا، المحاضره الفنيه لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعه 4:30، ثم التحرك هيكون لملعب المباراه في تمام الساعه 6:10. يعني عقب وجبه الافطار، زي يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيها نهواند، كان انهى فريق النادي الاهلي وجبه الافطار، اجتمع مستر بيتسو موسيماني وجميع افراد الجهاز الفني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان وميكيلي يانكم مدرب حراس المرمى وكيفن جونسون المدرب العام، وايضا موسى ماتابيلا وكابيلو، تناقشوا على المباراه مع الكابتن احمد سليمان محلل الاداء طبعا، الوقوف على بعض النقاط الفنيه. ومستر بيتسو موسيماني واحد من المدربين يا نهواند اللي دايما يعني بيفتح مجال باب الحوار دايما مع افراد الجهاز الفني، يعني جلسه استمرت لاكثر من 15 دقيقه. طبعا حديث مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين او مع افراد الجهاز الفني عن اهميه المباراه واهميه المرحله القادمه. طبعا عندنا تحدي جديد، عندنا بطوله جديده، دي دوافع، وان انا بخلق دوافع جديده وبجدد الدوافع للاعبي النادي الاهلي. ايضا كان الاتحاد المصري لكره القدم اعلن عن طاقم تحكيم هذا اللقاء اللي هيدير هذا اللقاء بقياده محمد معروف حكم الساحه، يعاونوا في هذا اللقاء سمير جمال ومحمود ابو الرجال وحكم رابع عبد العزيز السيد، محمود دسوقي لحكم الفيديو ومساعد حكم فيديو محمد يوسف. انا معاك يا نهواند، لو في اي استفسار او اي تساؤل، لو هنتكلم ايضا على غيابات لعيبه النادي الاهلي طبعا قول لنا يا فاروق، لو تعرف برضو موضوع الغيابات، يعني نحب نعرف منك اي تفصيله موجوده عندك، اتفضل.
بالظبط يا نهواندي. طبعا النادي الاهلي كان اجرى مسحه يعني اول امس للاعبين، طبعا ثبتت سلبيه مسحه جميع اللاعبين اللي موجودين معانا في القائمه. طبعا وليد سليمان واليو ديانج، بيستمر غياب وليد سليمان واليو ديانج ايضا ومحمد شريف عن هذا اللقاء بعد يعني ايجابيه المسحه، لكن هيتم اخذ مسحه اخرى للاعبين ان شاء الله تطلع المسحه سلبيه، ينضم اللاعبين معاها ان شاء الله لفريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لو هكلمك ايضا عن درجه الحراره الموجوده هنا في مدينة السويس، أحد يعني المدن الجميلة جدا في جمهورية مصر العربية، درجة الحرارة دلوقتي بتتراوح ما بين 21 ل 20 درجة مئوية. من المتوقع والمنتظر أن درجة الحرارة أثناء المباراة تكون 18 درجة مئوية. الجو مشمس، الجو أكثر من رائع، زي ما قلت لك يا نهواند أن الفندق بيبعد عن ملعب المباراة 10 دقائق. اتكلم ايضا على كواليس المباراه ومباراه الاهلي والاتحاد واهميه المباراه. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي خلاص، النادي الاهلي بطل دوري، بطل دوري ابطال افريقيا، لكن النادي الاهلي ايضا حريص ان هو يجمع ما بين الثنائيه كاس مصر وبطوله الدوري، خاصه بطوله كاس مصر بطوله يعني بقى لها 3 سنين بعيده عن النادي الاهلي. طبعا مواجهات النادي الاهلي والنادي الاتحاد في كاس مصر، جمعت الاهلي والاتحاد 34 مباراه، الاهلي فاز في 23، النادي الاتحاد فاز في 6 لقاءات والتعادل كان في 5 لقاءات. من الامور المهمه ايضا انا هوندا عايز يعني اكلمك على الاجراءات الاحترازيه، الاجراءات الاحترازيه المتبعه ايضا هنا من اداره الفندق اللي بيقيم فيه فريق النادي الاهلي، تشديد تام على الاجراءات الاحترازيه وعمليه التعقيم المستمره، بجانب ان النادي الاهلي ايضا بيتولى هذا الامر وبيضيف من عنده موجود عامل بيتولى هذا الامر للتعقيم والاجراءات الاحترازيه. من الامور المهمه جدا اللي احنا بنشيد بيها من خلال هنا موضوع تشديد الاجراءات الاحترازيه واتباع كل وسائل الوقايه، سواء في مكان المطعم اللي بيتناول فيه اللاعبين او غرفه الاجتماعات، كل الامور هنا على برامج. ان شاء الله يا نهواند ان شاء الله يوم يبقى مهم ومميز لفريق النادي الاهلي، ان شاء الله يتجاوز النادي الاهلي عقبه فريق الاتحاد، ثم ان شاء الله يصعد ليه المباراه النهائيه لكاس مصر ويكون الفوز حليف النادي ان شاء الله النادي الاهلي، وان شاء الله نجمع ما بين الدوري والكاس. تعودوا باذن الله سالمين ومنتصرين يا فاروق باذن الله، وتغطيتنا كده كده مستمره مع حضراتكم على مدار اليوم. شكرا ليك زميلنا العزيز جدا فاروق صلاح، وتغطيه يعني اكثر حقيقي من رائعه.